أول واحد ما نقدر نتعداه اللي هو صاحب النظر الأول في الساحل. نعم. بدون مبالغة، وأنا أذكر اسمه الآن بدون مبالغة. نعم. اللي هو صاحب السمو الأمير عبد الله بن منصور. هذا الرجل خدم أهل الساحل 40 أكثر من 40 سنة، وكان من ملاك الإبل السواحل المعروفين والمشهورين، ومن أطيب السلالات كانت عند سمو الأمير. فلجنة تكون بقيادة الأمير، أنا أتوقع له النجاح 100%. الأمير عبد الله بن منصور بإذن الله أنها هذا راعي إبل مجاهيم ووضح وسواحل وحمر ويعرف كل شيء. نعم، راعي إبل سواحل قديم من 40 سنة. نعم بسوء. وأنا أتوقع جميع ملاك الإبل الحمر السواحل يأيدون كلامي.